اسمي شمايل ياقوت، خريجة جامعة IOM، تعينت في شركة البترول الوطنية الكويتية، تعينت في دائرة التدريب والتطوير، وأشكر شركة البترول على حسن التنظيم. أنا ناصر الفلي، تخصصي إدارة أعمال، وأنا سعيد في انضمامي للوظيفة في البترول الوطنية. السلام عليكم، معكم عايدة الفليج. أحب أشكر KMPC على التنظيم بمناسبة مباشرة العمل اليوم 9/6/2021. معكم عمر يوسف كندري، خريج جامعة الشرق الأوسط الأمريكية IOM، تخصص تسويق. تعينت الحمد لله هني بإدارة الخدمات العامة، وأنا سعيد جدا أني أنضم إلى شركة البترول الوطنية الكويتية والقائمين عليها. شكراً.